اكاجو هذا التفاح الاكاجو ويلتصق به الاكاجو. انا نقرب ليها مزيان ديك الحبه اللي هي في الاسفل هذيك هي الاكاجو، اخرى تسمى البوم يعني التفاح ديال الاكاجو حتى هي تيقد بها العصير. فقط نصيحه الناس اللي ما زاروش افريقيا وما تعرفوش الاكاجو، ملي يكون خضر بهذا الشكل ما نقيسوش بالفم ديالنا اللي فيه واحد الماده اللي هي اعتقد اسيد خطيره جدا، بعد الطبخ ديالو كذا ممكن نستعمله، لكن بهذا الشكل لا. ثانيا ديك التفاحه ديالو خلطها مع الماء، خلطها مع كذا، كلها بوحدها ماشي مشكل، لكن ما تخلطهاش مع الحليب. هذه هي النصائح ديال الناس السنغال، كانوا قالوا لي هذه النصيحه وللاسف خالفتها وخذيت هذيك الحبه. احنا مغاربه عزيز علينا نكتشفوا الكونتيني ديال النويون ديالها، عضيتها بالفم ديالي فحدثت لي يعني واحد انقطاع في التنفس. فلهذا اقول الحذر ثم الحذر، والسلام عليكم ورحمه الله.